السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم كيف تسوي رقم سري جديد باسورد يعني لحسابك في الانستغرام وانت مسجل دخول. البعض او الكثير من الناس يسألني يقول انا مسجل دخول في الانستغرام ولكن ما اعرف رقم السري، فاذا سجلت خروج ما اقدر ارجع وادخل ثاني مرة. طريقي بسيطة جدا، نشوف الانستغرام مع بعض. أنا فاتح حساب بس للشرح فقط، هذا مو حساب الرسمي. البعض يكون مسجل رقم جوال أو البعض يكون مسجل إيميل أو إيميل ورقم جوال. إذا كنت مسجل إيميل يعني هذا أفضل حل، إنك تكون مسجل رقم إيميل من هنا. إذا ما تعرف الرقم السري حق الإيميل تسوي إيميل حقيقي، وهذا الشيء كيف تسوي إيميل أنا مسوي الشروحات قبل كذا، تقدر تشوف باليوتيوب أو تشوف شرح قبل كذا وكيف تسوي إيميل وتسجل هنا. طريقة تغيير الإيميل، تضغط على الإيميل نفسه من هنا، تفتح لك هذه الصفحة، تمسح الإيميل الموجود وتسجل الإيميل الجديد وتضغط على دن. بعد كذا نتوجه ونسوي استعادة للرقم السري. طبعا ما تسجل خروج، تبقى موجود في حسابك. والبعض يكون مسجل رقم جوال بس، لكن البعض يقع مشكلة صغيرة، يروح من هنا ويروح لصفحة التطبيق الرئيسية ويسجل اسم الحساب من هنا ويضغط على هذا الخيار ويكتب اسم اليوزر ويضغط هنا وتوصل رسالة على الإيميل أو من هنا على الجوال، يعني يسجل مفتاح دولة ورقم جوال ويضغط على هذا الخيار فتوصل رسالة يقول لك يعني اضغط على الرابط عشان تدخل على حسابك مرة أخرى. فلما يضغط على الرابط سواء بالرسالة اللي بالإيميل أو بالجوال يرجع ويدخل على الانستغرام من غير ما يسوي رقم سري جديد. بالطريقة هذه ما استفاد أي شيء، هو يبغى يسوي رقم سري جديد عشان يسجل دخول في جهاز آخر أو من الكمبيوتر، يعني أقل شيء يكون يعرف رقمه السري. الطريقة بسيطة جدا، نروح للموقع الرسمي. طبعا بس بشوفكم الرسالة الأولى كيف توصلك، يعني اللي الرسالة اللي توصلك وما تسوي رقم سري جديد زي هذه الرسالة توصلك لما تضغط على هذا الخيار يرجع ويدخلك في الانستغرام من غير ما تسوي رقم سري جديد. وحتى في الجوال لما توصلك رسالة ما تسوي رقم سري جديد يرجع ويدخلك الانستغرام. بطريقة هذه انت ما استفدت اي شيء. كيف تسوي رقم سري جديد؟ نتعرف على الطريقة مع بعض. تروح للموقع الرسمي حق الانستغرام هذا هنا، تكتب هنا انستغرام تسجيل دخول وتفتح لك هذه الصفحة. خلينا نجرب مع بعض انستغرام تسجيل دخول وتفتح لك هذه الصفحة، نضغط على هذا الخيار من هنا. الشرح يطول شوي ولكن احاول بقدر الامكان اختصر عليكم، ونضغط من هنا، نسيت كلمة السر انا بالانجليزي عندي. وبعد كذا تفتح لك هذه الصفحة، نكتب اسم الحساب هنا. إذا كنت مسجل إيميل ورقم جوال راح توصلك الرسالة على الإيميل. أنا ما بيسوي استعادة عن الإيميل، بكتب اسم الحساب. طبعا هذا مو حساب الرسمي ولكن أنا فتحته للشرح فقط. نأشر على هذا الخيار، تفتح لك هذه الصفحة، يمكن يقول لك سجل على نأشر على اللوحات المطلوبة. خطأ هنا برضو نفس الطريقة، هنا يقول لك أشر على الصور اللي فيها سيارة. طبعا لازم تحل الصور هنا. خلاص حلينا لغز الصور، نضغط على هذا الخيار من هنا. انتبهوا تحت شو يقول لك، يقول لك ارسلنا رسالة الى الايميل اللي بدايته ام واخر رقم 3. اذا كنت مسجل رقم جوال فقط راح توصلك رسالة الى رقم الجوال، الرسالة فيها رابط، تفتح الرابط وتسوي رقم سري جديد وبكذا انتهت مشكلتك. لكن اللي مسجل ايميل راح توصل رسالة زي كذا. الحين نشوف توصل الرسالة، الحمد لله وصلت الرسالة. نفتح الرسالة من هنا وتجيك وراح تفتح الرسالة بالشكل هذا، نضغط على هذا الخيار من هنا الشريط الأزرق وراح تفتح لك صفحة زي كذا، تسجل الرقم السري هنا الجديد وتسجله ثاني مرة هنا وتضغط على هذا الخيار. ولكن أحيانا ما يقبل معك بثلاث حالات. الحالة الأولى تكون مثلا مسجل رقم سري من قبل، يعني مثلا أنت رقمك السري القديم مثلا من 1 إلى 6 وسجلته ثاني مرة ما يقبل معك، أو تكون أرقام متشابهة، أو تكون أرقام متسلسلة يعني من 1 إلى 6 أو متشابهة 1 1 2 2 2 كذا إلى آخره. والخيار الثالث إذا ما وصلتك رسالة
للأسف الشديد أجهزة الجالكسي للأسف الشديد ما تدعم هذه الخاصية. يعني لما تفتح تضغط على الرابط وتسجل رقم سري جديد، إذا جهازك جالكسي أكثر الأجهزة الجالكسي للأسف ما يقبل، يقول لك سوري يعني خطأ في النظام. فأنت سوي الطريقة من جهاز آيفون أو من الكمبيوتر، يعني افتح الإيميل وراح توصلك الرسالة على الإيميل في جهاز الآيفون، وسوي الطريقة وإن شاء الله يقبل معك. أنا طولت عليكم بالشرح، لكن هذه معلومات دقيقة جدا لازم الواحد يعرفها، ولازم أشرحها بشكل واضح عشان توصلك المعلومة بشكل كامل. أتمنى دعمي والضغط على اشتراك والضغط على أيقونة اللايك. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.